الشوط كل ماتش ديال السنغال غيكون اصعب من ماتش الغانا. داكشي حقاش اللي كيقول لنا في المغرب مشينا السنغال كيقولوا البنات غيمشيو غيخسروا عاوتاني وغيرجعوا غير ما يبقاش يجمعوا من هنا عامين وهذا وغيطوس في حال ديال الكره النسويه وداكشي. تتخاو داكشي اللي تكتب في الصحف عليكم؟ اه تيبقى فيكم؟ بيان سور غيبقى فيك الحال يعني فهمتي ما كيكون ما كتشوف ما كاينش واحد التحفيز في الكره النسويه يعني ما كيبقى التهميش المراه ما خصهاش تلعب كره لا هذه لا هذه قلت لك ما تفروش الدراري تفروا الدريات الجمهور تيتفرج فيكم واش هو نسوي ولا اكثر ديال لا كيكون نسوي حقاش الجمهور الرجالي كيقول لك واه الكره ما لعبوش الدراري ما تفروش الدراري لا ما تفروش هادي تمشي دير تمشي تعاون ماما تحسوا يعني كيبقى فيك الحال يعني كتشوف يعني كتشوف الكره النسويه كاينه في المغرب يعني بالنسبه للمغرب يعني احسن عندها احسن الفرق في العالم كامل في الكره النسويه وفي تحس بان الصحافه ما تماش وقع لنا هذا الشيء في الماتش ديال الماتش ديال فرنسا انت كلاعب الماتش وحدين في التريبيون كيعيروا فيك انا احسن من عش ما نكونش وهادي كي دايره شو هادي راه باباها صاحب فلان عاد كتعرف دخلوا المنتخب لا هادي لا حنا هذا تمشي تدير ما كتعرفش تلعب والجمهور بدا يسبكم في التريبيون يعني الجمهور كيسب باقي ما تبداش الماتش كيسب منين كانت ديك النتيجه ديال 6-0 هذيك حاجه اخرى عاوتاني وديك الساعات كانت الفرق باين واضح بين فرنسا والمغرب كان فرق حقاش هما اصلا مجموعين على لاج دو 14 يعني عندهم سونتر دو فورماسيون حنا لا حنا حتى كتقرب شي مقابله وشي حاجه كيجمعوك جوج سيمانات 15 يوم ما كامل وشو الفرق اللي حسيتي بيه في وسط الماتش؟ وسط الماتش هما ترينيو بتكتيك مو ولا تكتيك مو؟ اكزاكتومون هما ترينيو في التيران ديال في دونور حنا كنا كونسونتراسيون في التيران ديال ليداك كهرامه ياش كترني في تيران صغير وداك الشيء يعني حصه وحده ما عطاوش لنا باش نترينيو يعني كان فرق كبير بيننا وبينهم هما فيزيكمون كانوا احسن منه نعم سي ملي تشوفوا الممارسه ديال كره القدم النسويه تنشوف كما كالحال تيبان لي بان الفتيات شجاعات بزاف خصهم يتشجعوا الواقع هذا انا يعني رغم هذه المشاكل كلها اللي كاين في الملاعب اللي كاين في الناس كيف نظره الشارع في النظره ديال الملعب في النظره ديال الاخ ديال ابن العم ديال ابن الخاله ديال الحومه ورغم ذلك باقي شجاعات وباغيين يلعبوا باغيين يوصلوا باغيين حتى وهذا جميل جدا الواقع وهذا انا متاكد نعم كون الجمهور تفرج في الماتش ولا جاو عندنا لي زونطريمون يشوفوهم غادي يعززوا عليهم بنيتاتنا وغادي يعجبهم اللعب ديال النسوي وغادي يشجعوه المشكل دابا فاقد الشيء اللي يعطيه ومن جاهل الشيء عاداه دابا الواحد فاش ما تيكونش عارف الحاجه تعاديها غتقرب غتعرف بزاف ديال الحوايج انا فاش انا كناخب فاش تجمعوا بدينا كنتريني وبدينا كنديروا لي سيكونس بديت كان اعجب بدقيقه بعد دقيقه صافي وتاكدت هنا بالله ان شاء الله لهيه غادي نديروا ماتش مزيان تقنيا غنديروا ماتش مزيان قلتها في الصحف قبل نمشي قبل ما نكمل معك كيبنات الجنوب اللي تيقول لك علاش ما تم اقصاؤنا من المنتخب الوطني النسوي واش هل هذا واقع ولا ما كانت بنت من الجنوب اللي تستحق المنتخب الوطني النسوي تاتا السيده اللي احتفلوا بها تما الصحافه السنغاليه بنت الجنوب تكبر هما بطريقتهم واخا انا لم احبط الطريقه قالوا لا سول نوار واش تحسي انت بوحدك لك حلا وسط البيضين وكذا شيء بغاو يلعبوا لنا على المورا كيتحابوها هي ما رسمتهاش على هذا السيد وبدا سمعتي هذه الاحتجاجات ديال سمعتهم ديال الجروب ديال الجنوب اللي قال لك ما خديتش منهم جاو اربعه البنيتات اخترنا منهم جوج شدينا وحده وحده بقات معنا حتى الاخر نهار ديال الستاج لاسباب كاينه مشات سبب تقنيه اسباب تقنيه يعني ما كاينش اقصاء ديال بتاتا رفض هذه القضيه هذه بتاتا انا واحد القضيه عاونتني في هذه القضيه هذه بزاف لا ما كنتش كنعرف بزاف الفروق وما كنعرفش الناس ديالهم وساعدتني بزاف وكنتحدى شي واحد يقول شي حاجه بالله انه تيعرفني بعدا ديجا لا من الرؤساء ولا من اللاعبات تحدى شي واحد باش كان كيعرفني قبل حقاش انا كتساد عليا يعني اطار صاريتي في 60 اللي عطاوك ولا شحال عطاوك الاول بعدا حنا بعدا كنا مطالبين باش انه نثبتوا الجدارة ديالنا حنا خمسه الناس عارفين دافونس بالله غادي يختاروا منا لجوج بناء على تدخلاتنا والسيفيات ديالنا وهذا ما كينقص بتاتا من الاخوه اللي ما كانوش وان شاء الله غادي يكونوا في ما اقل من 17 وما اقل من 19 الناس الخمسه غادي يكونوا ان شاء الله في الاداره التقنيه ان شاء الله باذن الله هادشي اللي تم توافقنا عليه وهادشي جديد الاخوان راه غادي يفرحوا ولا سمعوها الاخوان اللي ما جاوش معنا ولهذا انا اقول من هذا المنبر كانت لا بري سيليكسيون نزيهه لواحد الدرجه قلت لك ما عمرها كانت لا حقاش لا محسوبيه ولا زبونيه واللي عاوني فيها هو انه ما تنعرفش الناس فهاد لا سيليكسيون ديال 80 او 60 و 20 واش حسيتي بان لي ميور هما اللي تختاروا ومن تشوف الاحتجاجات ديال بنات الجنوب واش تيبان لك بان ما عندها اساس بالصحه ولا كاين شي بنات اللي تم الاقصاء ديالهم هكاك لا يعني القرار ديال المدربين كان انت ملي مشيتي للمولاي رشيد عرفتي راسك تختار
ثقه في راسك لا ماكش ثقه في راسي يعني ملي كتقول كتكون بريسيليكسيون يعني كتكون عاود واخا كتكون دزتي في المنتخب قبل عامين ولا 3 سنين ملي كتسمى بريسيليكسيون كتقول بانك كتعاود ازيرو يعني خصك تعطي اللي عندك احسن ما عندك عندك الثقه ما كتبقاش ما كتقدرش كاين بعد الايام ديال التدريب حسيتي براسك كتمشي لا ماشي حتى لديك الدرجه تسقتي لعبه في السنغال عشان ما تكلو لا لعبت ميت حقاش كنت بلاسي ماشي ميت وكيفاش دايره كلاعيبه بعدا تتكلم مزيان تدافع اش كلاعيبه تدافع بحال هكا ولا اييه شهاده تحسب لها لحقاش مسمينها الكمبيوتر لحقاش تبديع فيما هو الكتروني وحلت بزاف هاد المشاكل واش يعاوننا في السنغال يعني ديك لامبيونس دارتها تبارك الله عليها بنتي الله يرضي عليها وزيدون هي كانت مرشحه بدرجة كبيرة أنه تلعب الماتش كامل ما لعبتوش وها فين تيدخل الجانب اللي خطير مع البنات وبكات وكانت غادي كانت تخرج من الماتش وكانت غادي ديموراليزا ولكن الحمد لله ريحت معها ريحوا مع الإخوان يوسف مشكور المساعد ديالي وعبد الكريم خصوصا لحقاش هو ولد هو المدرب ديالها المباشر في الكلوب ديالها وخدموا معها خدمه كبيره ما هو مورال وداروا لها وطلعوا لها مورال لها خلاص انا ما تليش بغيت نشوفها لحقاش هي حسبتني بحال انه كان حيف ما دخلتش وبكات انا صافي انا في الشتاء بكات انا زدت عاد ثاني شي تيبقى لك ما يمكنش يوقع مع الاولاد لا ما يوقعش مع الاولاد هذوما الحوايج ولكن بقناش الوقت نتمنى الاكسترا تايم بقينا واحد دقيقه ولا جوج شنو اخر كلمه تقول بالنسبه للجمهور المغربي وبالنسبه للمسؤولين على انا بغيت نوجه كلمه للرؤساء قلت لك هذه الكاميرا وجهها الاخوان الرؤساء ورؤساء الفرق ممكن انه يتفاجئوا ما تختارتش بنتهم ولا هذه ولا ديك ولكن هذا سيتي تان ستاج يعني بري سيليكسيون بحال امتحان وامتحان بالفعل فيه شنو سيمانه وقل من سيمانه لحقاش كان غير دي ماتش درنا دي سيكونس يعني ما هو تقني ولكن اللي بغيت غنضرب مثال باش يفهم بنادم لحقاش قيل الكثير بحال الامتحان واحد حفظ كاع الكتاب نسى درس هو فاش طلع الامتحان هذا ما كاينش بلا كسول الا انه الزهر ما كانش معاه والعكس انت متاكد من الاختيارات ديالك كتنسيها هذا هو المهم والعكس كاين اللي ما على بالوش غادي الامتحان ما على بالوش هز ورقه مليوحه عطاوها لي في الامتحان دونك خصنا نعاودوا الاختبارات من بعد المباراه ما كاين حتى مشكل كان عاهد بالله الباب مفتوح لاي واحد كم كان الحال النتائج يا صديقه المدربين هي النتائج الحمد لله تنظني تأهلتي مع المنتخب المغربي وتنظن تنتمناك التأهيل ف100% يكون عندك الشرعيه ديالك لازم باش تستمر اخر كلمه دنيا نزلت توجه للجمهور توجه للعائله توجه للزنقه توجه للوداد توجه لما بغيتي تفضل يعني كنتمنى من الجمهور يعني ما يبقاش يشوف ديك النظره الخايبه على الكره النسويه في المغرب وكنتمنى منهم يحفزونا بزاف كما كيحفزوا الدراري وكيمشيو معاهم كديبلاصاو بحال الوداد بحال الرجاء بحال جميع الفرق وصافي هادشي اللي عندي شكرا دنيا